يعني لسه مستمرين مع حضراتكم في ذكريات كده من التلفزيون المصري وقوى مصر الناعمة. والنهاردة بنفتكر مع بعض ذكرى وفاة الفنان الكبير حسن عبدين، صاحب الأدوار المميزة في السينما والمسرح. وفي الحقيقة هو مخضرم وليه أدوار في الحقيقة علقت معانا كلنا، وكان ليه العشرات من المسلسلات الناجحة جدا اللي شفناها في التلفزيون، وكمان أكيد الأفلام شفناها في دور الأب والموظف والإنسان الطيب المحافظ على القيم المصرية الأصيلة، وشفناه في دور الضابط والباشا، وشفناه في الكوميديا والتراجيديا. خلونا نتابع ذكرى. اليوم هو ذكرى وفاة الفنان الكبير حسن عبدين، الذي ولد في محافظة بني سويف من أصل سوري في 21 من أكتوبر عام 1931. قدم حسن عبدين أدواراً مميزة في السينما والمسرح، إلى أن أصبح بعد ذلك ممثلاً تلفزيونياً، وقام ببطولة العشرات من المسلسلات التلفزيونية الناجحة في وقتها. تميز كذلك بأدواره المتنوعة، فقام بدور الأب الحنون والموظف والإنسان الطيب الذي يحافظ على القيم، وأيضاً قام بدور الضابط والباشا، وقدم الأدوار الكوميدية والأدوار التراجيدية باقتدار. قدم حسن عبدين للمسرح أدواراً مميزة في العديد من الأعمال المسرحية، منها نرجس مع الفنانة سهير الببلي، وعش المجانين مع الفنان محمد نجم وليلى علوي وميمي جمال، وأيضاً الرعب اللذيذ مع هالة فاخر. من الأفلام التي شارك فيها حسن عبدين الأشقياء، سترك يا رب، ريا وسكينة، درب الهوى، وسنة أولى حب. ومن المسلسلات التي شارك فيها أيضاً فرصة العمر، أرض النفاق، في حاجة غلط، نهاية العالم، أهلاً بالسكان، وأنا وإنت وبابا في المشمش. توفي حسن عبدين في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، حيث كان يعالج هناك من الأزمة القلبية التي انتابته أثناء تأديته لدوره في مسرحية بولوتيكا بالإسكندرية يوم 6 نوفمبر عام 1989.